لم يفقدوا النور منذ الولادة، بل كان فاجعة أصابتهم بعد ذلك بسنوات. ثلاثة إخوة وثلاث أخوات، أم فقط تقف خلفهم. إلا أن فقدان البصر لم يقف عائقاً أمام مستقبلهم بفتح الأمل للالتحاق بالتعليم ومحاولة بناء مستقبل أفضل. المياه الزرقاء كانت سبباً لفقدان بصرهم الستة، لتخلفهم الحياة عبئاً على أمهم الأرملة والتي لا يوجد من يعيلها، لتعيش وأسرتها على باب الله. منزلهم أيضاً جاء من فاعل خير بعد أن خلفهم النزوح ليسكنوا في بدروم أرضي لا تصل إليه الشمس. بحيث التالة ما كوفين وأبوهن مات. من بعد ما مات أول كانوا أنا درسوا بتعيز، بعد كان يطلعوه ونزلوه لأبيع. بعد ما كانوا يدرسين لا حين ما زلقنا الثانوية نزلين، كان بيتنا بقبل حبشي. قالوا إحنا اللي حارب يلا مشوا من البيت هذه تكون مستهدفة، كان قيل اللي جنبنا القوادي شان أنفسنا مشينا. قسينا بالحصب، بالحصب قسينا 6 شهور. أقوى حي عامل خير، أقوى بيتنا مش مريحة. قال منين انتون منا خبروا يعلم منين انتون منا. ما رحنا من قبل حبشين وانا معين مكاثف قهرة مكاثف. لا يبصرن، لكنهن يبصرن مستقبلهن خطوة خطوة، محاولات تحطيم الإعاقات ومنطلقات من طموحهن اللامحدود. فقد قدمت جامعة تعز تسهيلات لذوي الحالات الخاصة، كان لها أثرها في التحاق روضة وعايدة وفتوح بكلية الآداب قسمي علم الاجتماع والدراسات الإسلامية، معتمدات على حاسة السمع والتسجيلات الصوتية للمحاضرات. حالة الإعاقة بمختلف أنواعها، قد تكون إعاقة بصرية وهذه معظمها عندنا في الكلية، وقد تكون إعاقة حركية، والحركية عندنا بعض الطلاب في قسم الإعلام وأيضا بعض الطلاب في قسم علم الاجتماع. نحن نتعامل مع هذه الحالات كتعامل على أنهم من أصحاب الحالات الخاصة الذين يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام أكثر من غيرهم، ونبذل جهود في مساعدتهم. رغم الإعاقة، إعاقة النظر، لكن ما شاء الله ما شفت منهم إلا كل نشاط وحيوية. من الساعة 7:30 صباحا أرواهم بالجامعة أنا وهم نلتقي، وأمهم ما شاء الله عليهم ما تقصر معهم، متحمل الإعاقة ومعهم خطوة بخطوة ويد بيد. تلقوا دورة في لغة برايل وتعلموا كيفية قراءة القرآن الكريم، إلا أن عايدة واصلت دراسة وتحفيظ القرآن مع زميلاتها في حلقات التحفيظ في جامع الحي. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أما صلاح فقد شكل أنموذجاً ناجحاً، فرغم إعاقته البصرية إلا أنه حصل على الترتيب الأول في العامين الماضيين، ويأمل أن يستمر في تميزه خصوصاً بعد إكمال المرحلة الإعدادية ودمجه بمدرسة عادية مع غيره من الطلاب المبصرين. الآن أدرس بأول ثانوي، مهما الظروف مهما دع وعانينا أعاني من المكفوف، أعاني من نفس المنهج حق إبرائيل، إن إحنا ما تعلمنا إبرائيل مرة، وإن دخلت مدرسة مع المبصرين يعني ضروري بالسمع، وعاني مع الطلاب إنه أقول لك هذا كفيف كيف الدروس؟ لمين ما يشتي من الدراسة إلا كفيف في اللعمة، وحين أتحدى المعاناة وأنا إننا أشتي كمية تعليمي مهما الظروف مهما المحن، أشتي كمية تعليمي إن شاء الله لا آخر ثانوي ثالث ثانوي، من بعد ثالث ثانوي إن شاء الله أدخل الجامعة علم نفس إن شاء الله. ترى حاكمة أن طريق تعليم أبنائها ما يزال طويلا ومتعبا، لكنها عازمة أن تظل الأم العظيمة التي ستواصل الوقوف مع أبنائها مكرسة ما بقي من حياتها لتعيد ثقتهم بأنفسهم وتساندهم في الوصول إلى ما يطمحون. كم من إنسان يرى بعينيه لكن بصيرته لا تجيد مشاهدة الحياة بالشكل الصحيح،
فأن تكون مؤثرا لابد أن ترى ببصيرتك قبل بصرك. ففقدان البصر لا يعني أبدا عدم القدرة على مواصلة الحياة، لأن الإعاقة الحقيقية تكون في الفكر وليست في الجسد. لبرنامج صباحكم أجمل، هند المجاهد.